السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركي الدورة التدريبية المجانية لتريكو باساب، اليوم الدرس الخامس وهو سيكون أظافر القطة أو ما يسميه البعض لدون دوشا، ونبدأ على بركة الله. أول شيء نبدأ بواحد واحد كيف وريتكم في الدرس الأول، كيف باين لكم فا واحد واحد يعني واحد إبرة فوق وإبرة تحت من الجهتين. ان سي رقم ثلاثة نفس الشيء، ان سي رقم ثلاثة نفس الشيء. ثم الحاسب دائما على الصفر، هذا في الوسط على الصفر، متقابلتان بهذا الشكل. ونبدأ السطر الأول، السطر الأول السطر الأول كان بالبرتقالي، الآن نغير لزابيسور للأسود. الجهة الأخرى أيضا، ثم نغير الآن للإكس من الجهتين. سي تبقى كما هي من الجهتين، وهنا نغير لرقم أربعة. ثم هنا نقوم برفع كل الإبر من الجهتين، لاحظوا أن الإبر متقابلة وهذا يشكل خطر على الإبر، ستكسر. سنقوم بتغيير المانيفاي للأسفل بهذا الشكل ونشتغل سطرين، نشتغل سطرين برقم أربعة، وإلا بغينا نرخفوا الخدمة نديرو رقم خمسة. جينا الخدمة مرخوفة، نخدمو الباقي 20 سطر برقم خمسة. صافي، بغينا نرجعو كل شيء لهنا، نرجعو كيف وريتكم ونخدمو. فاحنا نعاودو نرجعو المانيفاي لبلاصتو، نرجعو العيون كلهم لهاد الشيء هذا. باش نخدمو السامبل ديالنا كيف وريتكم، هذه زواقة الاكس اكس فقط، البداية بي ان ان. كتلاحظوا الفرق بين هاد السواقة هي نفسها اكس اكس، لكن الفرق في البداية اللي غادي يعطي شكل رائع جدا كأظافر القطة. قلبوا لهنا السامبل. الآن نغيروا الان ان، نرجعوا هاد الإبر هادو للأسفل بالكامل، ولعنا العمل من جهة واحدة هنا. غادي ننتقلوا العمل من طبيعة الحال بالحديدة باش ما يطلع ليناش. صافي، ونكملوا الأسطور ديالنا. لاحظوا الشكل كأنه مخالب القطة، رائع جدا، ما عرفش واش يبان في الفيديو.
بداية رائعة، والآن غادي نعطيكم التطبيقات اللي غادي ديروا إن شاء الله كتابة كيف تعودنا. الدرس الخامس، مخالب القط أو ما يسمى بليدون دو شا. بالنسبة لهذا الدرس هذا فهو شبيه جدا بدرس إكس إكس، وهو الدرس الرابع، الاختلاف في البداية، يعني في السطر الأول يغير الشكل بالكامل. نبدأ بليزابيسور أورانج أو على شكل مثلث البرتقالي، السطر الأول آن آن من الجهتين، برقم ثلاثة، الإبرة، كل إبرة متقاطعة مع الإبرة الأخرى متوازية معها بهذا الشكل واحد واحد مثل الدرس الأول. نقوم بسطر واحد ثم نقلب الآن لإكس إكس مع تغيير الإبر برفع كل الإبر من الجهتين بهذا الشكل، ونغير رقم ثلاثة لأربعة ثم لزابيسور السوداء، ونشتغل سطرين ثم نقلب لرقم خمسة في حالة إلى بغينا الشغل المرخي، ونخدمه 20 سطر، ثم نقلب الإبر لهذا الشكل بجهة واحدة، يعني نخدمه سامبل كيف تنقولوا بالدارجة المغربية. باقي الأسطور بليزابيسور نوار ما نغيروهاش، يعني السوداء ان ان رقم خمسة إلى 5.5. فنتمنى مشتركي الدورة التطبيقية يحطوا لي هذا الدرس هذا مع القواعد ديالو، وإلا عجبكم الفيديو ديالي بطبيعة الحال اشتركوا في القناة ديالي، علقوا ولو بكلمة، شروا الفيديو للاستفادة الجماعية، اللي بغى يتواصل معايا عبر جروب الفيسبوك الرابط على صورة القناة وغادي يكون حتى في التعليق الأول. إلى ورشات قادمة إن شاء الله، لا تنسوني من صالح الدعاء ولكم بالمثل وأفضل. السلام عليكم.